أنا كنت في المسجد. هذيك اللي يقول أنت وينك؟ يا فيصل. يا يا ولد. نلبيه. يا أخي اسمع. أوه فيه فواكه. إيه في فواكه جايب والله. الله يبي أنت جايبها. الله يبيض وجهك. أم مشاري والله. الله يجعل ربي يخليها لك يا كريم. من زمان ما كانت تفاح والله من زمان. شيل والله ما بيطلع ذا عافيك. سلام. ابشر والله وانا بن جابر ابشر والله بس كفو ما عليك زود كفو. تبي لك موز؟ لبيه موز. الله يجعله بها بيطلع الله يعافيك. تفاح جعله والله بالعافيه. انت تدري ايش قاعد امي اصلا؟ طيب انت بتجيب عادي اقدم فقره؟ شباب عندي فقره. عندك فقره؟ نجح الفقره؟ في بالسعر بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله. بس على بالعافية على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أخواني المتسابقين حياكم الله. تحايا السيل ونجوم السهيل. بما أني صاحب الرأي في هذا القرية. من اللي قال لك؟ صاحب الرأي شيخ القرية. من هو صاحب؟ معليش فهد معيان. آسف أنا صاحب الرأي. أنا أتمنى أنكم نجلس هنا ولا تجلس؟ أبى أجلس وجعل الدنيا في دارجلكم. أجلس ولا نوقف؟ أجلسوا وتقهووا والله أنا قهويكم وأنا أقدم لكم فقرة. تعال تعال والله ما تطفشون وأنا صاحب الدين. أي والله ذا العين أبو جابري. والله بالسعد هذا أبو جابر العظيم. لو هذا أبو جابر اللي نعرفه. لو الود ودي أجيب لكم بلاي ستيشن نلعب ذا الحين ولا أحد يطفش ولا تضيقوا دام إني باقي موجود فلا تضيقوا. تعلمنا بلا كيف نضيق وأنت معنا. علمني لا تفك مرة لا ادري واعرف انك انه ما يجينا ضيق وانت معنا. تعال بعد الله كل تفاحة كني يا رجال. تعال تعال كل تفاحة خليني اصب لك قهوة. تعال انا لا هذه الذي الله يحييكم. بما اني صاحب الرأي يا اخوان اسلم نائب الشيخ ويا نائب الشيخ. اذا الشيخ غايب شيخ ماني حل مكانه. شيخ الشيخ نائب الشيخ اول مرة هي قالت تفاح. اسال الله ان الله لا يجعلني تفاحه في يد ماجد آل رشيد. في ثواني ما شاء الله عليك. اسال الله ان الله لا يجعلني تفاحه. الله بس شوف يا ولد انت خابر الامور. انا عوجي نادوك الحين نادوك شاه يا ابو. الحين اذا قال لك نعوجي تقول نادوك صح؟ الله الله ايه تعال يا ابو. ارحب يا ابو عشق خشم مرحبا اعطيتك وفاي وده لا تطيب قد فاحه. ابو عشق انت جيت وتخبر الشيخ ما هو موجود. نائب الشيخ من هو؟ نائب الشيخ؟ نائب الشيخ موجود. موجود خلاص ما يحتاج. فلقد وليت عليكم ولست بخيركم ولكني ان شاء الله عند حسن ظنكم. يا اخواني يا شيخ شو بالسعد وين الكاميرا اللي عليك ابو عشق؟ ولا والله والله ما انا عاهد من بدايه من برنامج اني ما اخرب على احد الكاميرا. تجيك ذي الحين تلقطك تلقطكم كلكم انت القطي ماجد. هذه بنسميها سحمه. سحمه يلا عم بسام. سحمه هذيك بسام سماها سحمه هناك. هناك تي اسمها سحمه تي بالله. هي دقيقه امانه بنجلس جلسه كل واحد يسولف بلهجته. تفهمني ما تفهمني شيء رجل. تم خلاص تم ما انا فاهمك. وتي تي بسميها شعفه. صفقه 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 صفقه. سم كاميرتك. انت كاميرتك هذه. انا كاميرتي هنا. برمان طالع فيها وسمها. انا كاميرتي هنا صح؟ ما طالع فيها. ما طالع فيها. انا كاميرتي هنا. ايه شعفه. شعفه؟ شعفه. انت يا ابو عشق وش قلت؟ سحمه. سحمه هذيك اللي عليك. تم. انا شعفه؟ يا ابو عيون خضر. يا ولد شوف شيء ما اشوفه. صحيح كلامك. وش صحيح؟ يا اخوان انا اليوم صحي انت. انا اليوم انا بعد انت انا اليوم يوم صحيت. انت خضر يا ولد انت صاحي فيك شيء.
شوف الوان قبل شويه يوم صحيت من النوم ولد 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 قبل شويه يوم صحيت من النوم اكيد بغسل يعني لا ولد وصلت مرحله الغباء دي يعني بتقوم من النوم ايش تسوي تتغسل اطالع في المرايه كذا واقرب اكتشفت حاجه اللي عيونك خضر زرقاء 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 لا لا هذه ما نمت زين هذه اثار النوم ما نمت زين اثار النوم انها هذا لي ولد ارفع شابك فوق يا ولد ارجع اجلس خلاص سامعتك سامعتك ايش ما انتبه بيعن وجهك ما صبيت القهوه بيعن وجهك قلت ذاك لا مجار لا مجار والله ملومك انك تصحى من النوم تشوف عيونك زرق هذا 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 ما يستاهل شوفه انا اليوم تحلمت صدق تقدر تشوف انت جالس تعال انا وليت عليكم ولست بخيركم احنا ودنا يا هال ولي وليت عليكم ولست بخيركم ودنا ما ودي ودنا ما ودي خليك واقف يا رجال خلاص خلاص انا احب عبد الرحمن العزيز ما احب ايش قصدك؟ لا تشيزي اسمع لعب اسمع يا ولد طيب سلام المهم انا مش كنت اقول والله المهم اني معيف وليت عليكم ولا ايش ايوه لا انك حلمت ايه تحلمت يا اخواني اني واقف على ستيج ولابس مبشتن يا طويل العمار والسلامة حساوي حساوي ازاك اي بالله المهم وقالوا ألف ألف كذا زياد الشهري ألف 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 مراح عند واحد كذا قال قول ألف مبروك لمحمد بن جابر بس ما أدري والله ليش ما أدري أهم شيء ما هي بكل حب هي كانت ألف كان فيها تبريك كان فيها تبريك وعلم طيب يا رجل يا سلام المهم أهم شيء أنا كذا تحلمت شوف أنا 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 تحقق حلم اللي هو نخلة معجب ماتت سلام. شفت باقي حلم فيه ان شاء الله انه يتحقق باذن الله نعم والله العظيم وانا اوعدكم ما تحقق اني احقق لك قد جهزت لسته قصايد اقولها على الستيج على الستيج نعم اذا قلت ذاك اليوم تروني كذب تروني كذب حافظه كلا والله يعجبني الصريح ابو جابر اخر يا ولد مغطيك والله العظيم مغطيك على كل شيء يا ولد ايش تديك بالراس بعدين يا ولد تراها يابسه 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 كامله نزلها تحت ولا ودنا شوف السعد انت لو تطلب عيوني يا ابو عشق اعطيك اياها بدينك ايش ذا الله 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 استاذنكم بجد صفقه تعال كيف ارد عليه يا ابني داري انت تلخبط شو كرسي هذا كنت جالس عليه شكرا ايوه عادي هذه والله ما ادري هو قد الظاهر كان في الكنترول والله انا شيء والله ما ادري منين جاء الصدق حق الدراجة حق وش هذا اللي كان جسمه كان في البلاي جرو يا شباب ديمس كان عليه المهم أنا يا إخواني مرة من المرات اليوم بدأ البث ما سكت ما شاء الله يا ولد الحمد لله يعني شو بعد اليوم خلي تدري ليش؟ تراني أنا توترت كذا متوتر هنا متوتر من ايش؟ على فهد معيان يا مسلمين خلي الباب لا ما عليك أموره طيبة يا رجال أوه بيعنك يا فهد صب لي شاي بيعنك يا فهد بيعنك قو عزومك قو عزومك أبو جابر قو عزومك قوة عزومك يا رجال قوة الشطات اسمع طيب تبكي تدري وش تدري وش بيرجع في النقد بيرجع في النقد بيناديك و بينسى موضوع مقابيل من الارض وانت في المجرة تنادي على غصن من الليل تنادي على الارض وتهلا واناديك ودموعي همسك لو بس غادر تنهيدة وحرة أحبك وما للحب تأويل ولا شفت من كل المسرات ناديك رغبة المقابيل من الأرض وانت بالمجرة تهادي على غصن الليل غدا الليل كله حلاوي وي 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 المهم والله يا اخواني ذكروني بسالفه والله العظيم تبكي ايش تبكي ليه ببكي متوتر ببكي بهجت سبعه قليله سبعه والله الديره اذا زعلت قول سبعه ما هو بيفهمك لا سبعه لا سبعه قول سبعه سبعه بس ايوه هو بيفهم وش معناها ابو جابر عشان انا بقولها يعني سبعه ايوه يعني يشلون بك العفاريت يشلون في السماء شلونك بول سبعة لا ترى في ناس يقولون سبعة ما لازم تقول كذا أنا قلت كذا عشان أفهم عشان أقول كذا عادي كيف عادي
بالله انت ذكرني في سالفه والله اني ابغى اسود حق التنطيل ابو عشك سبعه اربعه يا الربع يا الربع اربعه خلوني احكي لكم قصه بما ان احنا فاضيين بحكي لكم قصه تكفى 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 قصه مغرب والله العظيم انت تستانس والله انت تستانس تم انا يا اخواني قبل ما اخش البرنامج هذا كنت بالف كتاب نعم الكتاب هذا يعرفونه اخوياي كلهم اعذر قد قلت لي قلت لك عنه كتاب من الصفر الى تحت الصفر اوه علمتكم قاسم انا ما اعرف بالله ما تعرف والله ما اعرف من الصفر الى تحت الصفر انا يا اخواني اول ما جيت الرياض والله اني كنت ذكي انا بس الوقت ضدي والوقت ما يجي ضدي الوقت لا صار ضدي قلت ربي يعي الوقت لا صار ضدي قلت ربي يعي اما انت لا صرت ضدي قل لي وش احتري وش احتري المهم يا اخواني اول ما جيت الرياض كان عندي هدف. شغف العمل كنت اتخيل اني اداوم الصبح وارقد الين المغرب ولا العصر واقوم اشتغل في احد البرامج كل البرامج كلها حملتها وابشركم كلها فشلت فيها المهم خلني اعلمك اول برنامج اشتغلت فيه كان توصيل من المطاعم اول طلب اللي في ناس يعرفون السالفه اول طلب لي يا اخواني كان طلب من مطعم من شخص المهم انه كثر علي الطلب والطلب غريب واول مره جاي من الديره ما اعرف وش السالفه ولد التميس ذي احس منها ما غير تميس طالع في تميس بالسمن بالشيدر بالجبن بالجبن العسل والسكر ما ادري بها في الديره ما كان تميس كان عند عبد الرحيم واحد عندنا اسمه عبد الرحيم نروح ناخذ عنده تميس وعدس طالع صباح والله يا هذاك الادم اني ما اتوقع انسان يسوي عدس مثله هذا الله يحفظه يخليه لنا في الديره المهم وتطلب الله يستر عليها وتطلب يا ولد من تدق علي ما تخاصمني يا ولد اعوذ بالله وانا ادمي كنت مروق واذا احد خرب جوي ازعل اكيد ازعل على طول المهم ما بطول عليكم عشان ما تطفشون في السالفه وجه الله انكم تستانسوا والله انا مستانس المهم كنت كمل واروح ايوه واخذ الطلب واخلص ويا ولد طلبات غريبه دفعت فلوس طبعا الدفع كيف انت تدفع واذا من رحت هناك يحاسبك المهم ادفع وخلصت بعد قله حياه وبعد ما بغى يدبجني هذا العامل يدبجني الديره يعني يضرب معروف يدبجني صفقه فبغى يدبجني هذا العامل في المطعم اخذت العيشه ورحت على الموقع وصلت الموقع الا والله اني في حديقه مهجوره ما في احد بيوت ما هي بحول البيت اللي انا في نفس النقطه اللي هذا المهم والله ودق علي الله يستر عليها تخاصمني ام ترجع لي ترسل لي موقع ثاني وافر لا والله يا الموقع انه غلط يا ولد اعوذ بالله انا هنا خلاص ما مداني اول طلب تخيل في البرنامج اول طلب تو قال بسم الله توي قلت بسم الله ابغى ترزق مع المسلمين المهم انا والله دق علي بعدين قفلت وجهي زعلت استخرت قلت يا ولد العيشه الجديده خليني اكلها اي والله العيشه الجديده ولا العيشه دي ما قد كليتها دق علي ونفسي لها حق علي انا مسؤول عن نفسي لازم اني ابسطها باي وسيله كانت يا سلام المهم شويه والله يرجع يدق علي الشخص هذا اللي طلب عارف اني عصبت افتعني باسلوب محترم لاني انا عصبت وبديت يعني اسلوبي خلاص تغير وطلع الشخص الشرير اللي جوا فدق علي بلطف وينك تاخرت وانا معصب واذا انا معصب وانت قاعد تكلمني بلطف انا كرهك لازم انك تعصب معي تبادلني العصبيه المهم يا اخواني قلت ان شاء الله خمس دقائق وانا عندك والله وطف الجوال اروح الشقه انزل الفطور اصحى الشباب اللي راقدين في الشقه والله قلت مرحبا بكم انا اقول من حياكم انا اقول الكلام فوعدونا لكنها عيشه انا داري انكم ما قد دقتوها انتم والله يحييكم ولو ولد وش ذا التميس اللي فيه جبنه حركات والله وانا افطر يا طويل السلامه شوي لو يدق علي الشخص هذا قال وينك قلت دور لك واحد ثاني انا والله جعت وافطرت درت 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 لين جعت افطرت هذا مو رفع علي شكوى
فعطوني باند البرنامج من ذاك اليوم تبند حسابي. خيره 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 ان شاء الله انا خير خيره. هو تبي العبره في الخواتيم هذه جت من حظ اخوياك؟ ايه تعشوا اي والله انه مفطر وتعلمنا بشر صرنا ناخذ كل يوم تميس جبن من المطعم نفسه. اي وتعلم يا الله الفائده. ابشرك يا ابو عيش. الثاني ترى توصيل، توصيل اشخاص. انت هتسال ولا لا؟ فركب معي يا واحد يا اخواني لا حول الله ولا قوه. خلاص سجلت برنامج اعطاني باند ذي شغلت برنامج ثاني. يا سلام يا سلام. يوم اشتغلت برنامج ثاني فركب معي يا واحد انا ما ادري وحظي ولا وش السالفه. فركب معي يا واحد يا اخواني ما ادري ايش علمي. المهم انه معصب ولد ما الادمي هذا ما ادري ايش وضعه. انا حسيت انه بيضربني. انا من قوه ما خصمني ويرفع صوته عليه حسيت انه بينزلني وياخذ السياره ويروح والله العظيم. المهم والله يا اخواني بقول بالادمي كذا بقول بكذا اي يتسنعني اي يتسنعني مره. ايوه واعطيه العين الحمراء. طلعت الشخص الشرير اللي جوا. يوم طلعت الشخص الشرير اللي جوا استكشفت ان في شخص اشر من شريري عنده. هو عندي سياره واحده وهي سيارتي ولا لها سنه عم ضرب في سيارتي. خلني هالشحن والله صحيح بخلص هذا 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 المشوار وتوبه. ما ودي توبه ما دخلت اي برنامج توصيل. والله وصلت وصلت يا طويل العمر والسلامه واعطاني دراهم ذاك اليوم وتبقى له باقي له ريالات. تقول ما معي. قال والله ما انزل ناشب قسم بالله ما نزل. رحت اقرب قال تقول هب لي ريالات انت تعطيه. قال ما عندي. من يروح عند الادمي هذا قلت هات الفلوس. قال لا تبغى تسرقني. قلت يا دلخ يا حمار اسرق كود في سيارتي هات دراهم بروح اصرف واروح اصرفها وارجع واعطيه. من يروح انزله اما اني اكره الشغل واكره العمل. انت الشخص ذا اللي نزلته يتابعك الحين وش تقول؟ اقول الله يوفقك. لا والله نعم. ما اقول الله يوفق الله لا يوفقك لكن الله اقول الله يجعل اشر من شريري يجيك عشان تقتلع نفس الخلع اللي اختلعتها. واضح انه اختلع. انا اشتغلت ترى والله اشتغلت وانا عمري صغير 19 ابو جابر بس اني كنت صامل. انت والله اما الصمله في صمله بس الشرير اللي جوا يا ولد بس طلع خايف عند ذا الشرير. شرير انا اشر مني. انت توصيل وش بك؟ ايه ما تقول كذي الا طلعت الكاميرا. ابشر بالعوض. لا لا ما لا ما جاني. انت لا انت لا. برنامج توصيل صح؟ ايه انا مشيت من هنا مسافر راح للشمال واطلع من عند طريق طريق صلبوخ راح للشمال. خبر المحطات اللي على اليمين ايوه ولبق في اخر محطه طال عمرك افتح العامل عبي بنزين وراح بقاله اخذ اغراض وارجع لذاك الرجع عنده موتر. السلام عليكم. السلام. مشخص مترتب مثلي قبل شوي. لا هو مهم مثلك بس انه يعني مشخص. هذا يعني ايه؟ ما مثلي. لا مو مثلك. اقول عقب. لا ما بدي اشبه فيه والله غصب الا هو يا ولد بدي اجي مثل انت. السلام يا رجل. سلام كيف الحال؟ طيب وش علومك؟ يا ولد وينك رايح؟ قلت والله رايح خطوتي بعيده رايح الرفحه. قال ابيك توصلني على دربك قدام القصيم. يا سلام. قلت ابشر على خشم يركب مرحبا ومسهلا. المهم انا قد اخذت بارد لي اللي انا بس وانا افتح السياره قلت اركب ويا ركب واخلي الاغراض واروح اجيب البارد اجيب الاغراض وارجع اركب ونمشي امسك اخر. يوم مسكنا الخط يلتفت علي كذا طال عمرك الرجال ينزل انت بكرامه حذيانه تحت يسوي كذا على المرتبه ويلتفت علي كذا. شو علومك يا ولد؟ شو الاخبار؟ قلت له طيب وش ما شاء الله وش اسمك؟ اعطيه اسمي كامل ونعم. قلت له انت؟ قال كذا كذا. قلت له نعم. المهم طال عمرك ناخذ لنا شوي سوالف سوالف. الرجال ما سكت ما سكت لين قبلنا على سدير. لا تمير تعدينا تمير. الرجال ما سكت يسولف يا ولد ابي اشغل مسجل ابي انطر مع الخط. الرجال ما سكت فقع راسي. المهم التفت علي قال بالله افصل جوالك انا شافك جوال الشاحن رافع كذا ملزقه في الطبرو. قلت ابشر وانا اعطيه الشاحن يشحن. قال بلا بشبك بلوتوث. اي بشبك بلوتوث موتري الجهاز الجديد لازم توقف. اي لازم بي. اي لازم توقف وتحط غير. قلت ما يشبك ما يشبك ما يشبك لان الموتر لازم توقف وتحطه في البي. قلت موتري ما يشبك. قال لا لا بعلك بيشبك انا اعرف.
المهم قاعد يطق، اضغط الشاشه قاعد يطقطق، ضغطني هنا انا انضغط، هنا انا انضغط. قلت يا مسلم ما يشبك لين نوقف، لان جوالك جديد ما قد شبكت على موتري ما يشبك لين. قال يا اخي خليك في سوقتك يا رجل عين فيه يا ولد رفع ضغطي الحين انا خلاص قبلت. قلت ما قاعد تتكلم وانا اسكت، تخلى. المهم يطقطق ويحط الاعدادات ويوم ينفض الشاشه فوق تحت، يوم خذ الحر بس عقل. اي والله لازم توقف، وقف 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 كذا، عارف وقف وقف كذا. اسمع اسمع ما بين انت ضغطت هنا باقي عشان تدري انا اصبر. المهم كذا وقف 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 قلت اصبر خلينا نتعدى بس قدامنا حقت احزاب سائل. قلت خلينا نتعدى وتعدينا صف يمين وحط الجير في قلبي. المهم اللي يسوي ويشبك ونمشي وشغل شغل اغاني. المهم جوه ما بجوي يا رجل. المهم اخوي شوي طال عمرك يطفي ذا ويلتفت علي قال ولد انت وش عندك وين وش عندك في رفحه هنا؟ عاد انا هنا انكتمت صدق. باب المونه يبغى اي قال ايش عندك كذا بالباب وانت باقي ماسك. قال ايش عندك؟ ترى عندي شغل هناك، عندنا شغل هنا. وش اشغالكم؟ قلت عندنا حلال. حلال اسمه ها؟ لا اكبر مني يمكن شوي. قال وش حلال؟ يا ولد والرجال يضغطني ضغط غير طبيعي. المهم ناخذ شوي يوم اني انكتمت، شافني انكتمت قال انت شكلك فيك نوم، وقف وقف خليني اسوق. يا رجيل يوم قال على هنا خلاص احنا مقبلين على المجمع، ما عاد اتحمل خلاص ما عاد ادري ايش قال. قال وقف وقف خليني اسوق. قلت ابشر على خشمي ودخل المحطة اللي قبل مجمعة، وقف المحطة قلت أبد مرحبا وسهلا انزل. المهم هو بينزل أنا احتري أخذ جوال بس عشان بمشي بخليه مع قفلت أنا. المهم وقف المحطة قلت يا شوف يا اللي حيران والله العظيم إني ما هم من عوايدي إني أنطلق وامشي، لكن طول العمر أنا رجال طال عمرك خلاص وصلت حدها. نعم يا أنك طال عمرك تضبط ولا نكمل خطنا الامور طيبه ولا انزل وانا اجيب لك واحد يوصلك الحين لو تبني ادفع لك حساب المشوار. قال لا لا خلاص خلاص ابد ابغد خلاص اللي تبي انت. يقول كذا درني انضغط هنا وجاني بطيب. يوم جاني بطيب انا انفش قلت اركب يا ولد حفله. المهم طال عمرك ويركب ايه يا ولد ليلتن ليلتن ما ب... المهم انا هنا الامور طيبه. المهم خذيني شوي مشينا ويطلع وياخذ الجوال يطق سناب يصورني انا يا رجل. والله العظيم اني ذاك اليوم اني صبرت صبر غير طبيعي والله العظيم. السما والعلالي نجمنا فوق العالي مرحبا كل بقى مليون. يلا حيهم كيف حالكم؟ الله يحييك. يلا حي الشباب. مرحبا بنا السام عشب ها. هلا وسهلا محمد الجاب او نعبيه لخبطنا بين الاسمين. يلا حيه مرحبا بنا كلنا طيبين. يلا حي السام. الله الله ونعم مالك سوء. يلا حيه يلا حي طيبين ماجد الرشيد الرشيد ونعم ونعم يا مرحبا حياكم الله. يا هلا وسهلا الرحمن العزيز. الله يفرحك. نعم نعم يا مرحبا الله يحييك يا هلا وسهلا. هلا وسهلا مرحبا مسفر الاكلوبي. الله ونعم نعم الله يحييك. يلا حيهم كيف حالكم مرحبا طيبين امركم طيبه ما شاء الله تبارك الله منورين ما شاء الله عليكم الله يسعدكم ويجزاكم خير ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. لا خلونا هنا شو رايكم؟ الله يسعدكم ما شاء الله تبارك الله بسم الله الله يحييكم جميعا كيف حالكم طيبين اموركم طيبه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله انتم منورين في القناه وما شاء الله في الواقع ما شاء الله عليكم في واقعكم الله يسعدكم الله يجزاكم خير نورنا طال عمرك بنورك طال عمرك الله يسعدكم جميعا كيف حالكم طيبين الله اموركم طيبه الله يجزاكم خير يبارك فيكم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله
هنيئا لكم محبة الناس ودعواتهم لكم دائما التوفيق والسداد، وتستاهلون كل هالمحبة اللي تأتيكم، وانتم تراكم على ثغر عظيم يعني وبوابة إعلامية جميلة عبر قناة بداية. الله ينفع بكم. اللهم آمين. ما شاء الله ما شاء الله. يجعلنا وياكم من المحبوبين عند الله. اللهم آمين. الله يجزاكم خير يبارك فيكم. تراني أنا أتابع القناة بدقة يعني، عشان كذا أنا تعمدت أذكر أسماءكم عشان أقول لكم تراني قاعد أتابعكم. الله اللي يشرفنا. فعارفين الخفايا وعارفين إن يعني، بس أنا دخولي مو مثل دخول غيري يعني. أي نعم. إحنا ندخل عليكم. لا والله في واحدة ولا ارتاع شفت أنا تلخبط. الله يستر. يوم قلت الاسم يعني. لا يوم إنك يوم إنك طلعت. يوم إني شافك. لا كاد المريوب أن يقول أخذوني يعني، كن في ناس أحياناً. لا والله ما أتحس إلا هذه بهجة وفرحة في أن ضيف مثلك وشرواك جاء. شرواك الطيب. إي والله أنهم نسعد اللحظات اللي الله يجزاكم خير يبارك مرحبا والله ومسهل. إحنا نشوف القناة ونشوف ما شاء الله اللي تقدمونه يعني، هي رسائل صراحة جميلة ورائعة، وأيضا بوابة إعلامية ممكن كنا نتمناها يعني، كل واحد فيهم كان يتمنى أنه ممكن يكون والله أنا يعني بطلع في قناة بداية أو أطلع في أي محفل إعلامي ممكن أنا أتكلم. ترى هذه يعني برضه يعني نعمة عظيمة. فأنتم كم بقي لكم على الخروج أو النهائي؟ إن شاء الله أسبوع. سبع أيام. سبع أيام. يومين ثلاث أيام. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم كم؟ 97. ما شاء الله ما شاء الله. يعني 105 تقريبا. إن شاء الله 106. بالعادة البرامج 90 أنتم مش يعني لكم؟ إحنا طال عمرك جاء عندنا طال عمرك شغف. ما خلصنا اللي عندنا باقي ما شاء الله طاقة. انتم ديزل الظاهر ما تحتمون في الاخير فبداتوا تخرجون ما عندكم يعني في الاخير يعني والله يا سلام اي نعم ما شاء الله الله يسعدكم ويسلم عمركم عشان كذا طال عمرك التمديد جاء من صالحنا اللهم لك الحمد ان واجهنا هالوجه الطيب سلمت اي بالله الله يسعدكم جميعا بس ترى انا مسكينا ما عندي لا درجات ولا نقاط ولا شيء يعني يا رجال وجودك اكبر من الدرجات واكبر من الامور الله يسعدكم مرحبا الله يسعدكم ويبارك فيكم القناه يعني أثرت في المجتمع تأثير صراحة كبير وعظيم وأنتم جزء من هالقناة وجزء لا يتجزأ فنجاح القناة بنجاحكم أنتم كل هذا مرهون طبعا بعتفق الله سبحانه وتعالى أنا ودي أتكلم معكم يعني في بعض الوصايا والرسائل لعل إن شاء الله تكون فيها نفع لي ولكم ولزملائكم الباقين طبعا أتعمد دائما في مثل هالبرامج أنه يكون الحوار والنقاش ما هو فقط مجرد أني أتكلم وأنتم تستمعون بيكون هو نقاش يعني بيني وبينكم دائما الإنسان الشباب لما يريد أنه يقدم رسالة لديه ثلاثة أسلحة سلاح الأول عقله ولسانه ولغة البدن يعني أنت ماذا تقدم برسالة معينة أنت هنا في الإعلام أو في القناة عندكم البث أظن من 6 إلى 6 تقريبا من 6 إلى المساء تقريبا الله. أنا حدي ترى لي 12 12 ونص يعني لا تهورت فلاش باك بعدها يعني نلجأ للنوم لكن أنت عندك وقت الآن طويل جدا تستخدم فيه كل هالثلاث أسلحة هذه أو المسارات بارك الله فيك يعطيك العافية جميل أنا ما أحب الماء البارد حتى في الصيف يعني فكأنك لمست الجرح يا ماجد الله يسعدك الله يطولك أحياناً كما قلت لكم أنت تستخدم ثلاث رسائل أو ثلاث وسائل هي كما قلنا ما هي هاي بسام العقل العقل و اللسان اللسان والبدن والبدن لغة البدن هذه أنت لما تستخدمها تؤثر في المجتمع من حيث لا تشعر يعني مثلاً أنا أبغى موية ما أستطيع أن أتكلم ممكن أشير إلى حركة الشرب هذه بيفهم الناس أني أنا أريد ماء بتكلم معكم في البداية عن أول سلاح وهو اللسان ترى هذا أخطر شيء. سلام رحمة الله. أرحب أرحب. نادر العجمي. ونعم. كيف حالك؟ طيب. الله يسعدك يحفظك. بيضر وجهك. يلا حيا. كيف حالك؟ طيب. الله يبارك فيك. أنا بحاول إني أسترجع الأسماء وإن شاء الله إني أذكرها كلها. عاد إذا خطيت في اسم أنتم عاد. كذا تعرف أسماءين. أكيد. بس حين ما عرفنا اسمك صح. محمد جابر الله اوه لا خلاص لازم نعرفك بعدين لك صولات وجولات يعني فلك حراك جيد يعني ان شاء الله انا من الجيدين الممتازين اللي ان شاء الله ان شاء الله تعالى الله يسعدكم فنقول الاول هو اللسان ترى الكلمه لها تاثير كبير جدا جميعنا مرينا شباب بمرحله التعليم ممكنك سمعت كلمه ايام الابتدائي ايام المتوسط ايام الثانوي ايام الجامعه كلمه من احد المعلمين يعني اثرت فيك يعني تأثير يكون قد يكون سلبا أو يكون ماذا إيجابا
أنا بذكر لكم موقف حصل لي أنا شخصيا. دخلت يوم من الأيام على طلابي وهي حقيبتي وضعتها أمامهم، فقلت لهم بهالطريقة هذه، أنا طبعا تراني بأخذ يعني جو لجلالتي معكم شوي يعني، فوضعت الحقيبة وقلت لهم بهالطريقة هذه، قلت كلكم أغبياء، أشرت عليهم كذا. طلاب ينظرون مستغربين كيف إحنا أغبياء. فلما خرجتنا من القاعة الطلاب بدأوا اللي يسب واللي يشتم واللي كذا، مع أن بعضهم قد يصدق عليه أنه غبي، لكنه يعني هو ما كان متوقع أني ممكن أن أقول هالكلمة هذه. أنا كنت أريد أن أرسلهم رسالة، فتركتهم يوم كامل. اليوم الثاني بنفس الطريقة بنفس الآلية وضعت الحقيبة وقلت لهم كلكم أذكياء بهالإشارة. فأحد وقف في الزاوية قال من زمان أول كذا، يعني كان يقول من زمان، كان قلت لا أنا أني أنا ذكي يعني، أعطيتني هالكلمة هذه والعبارة. رسالتي وصلتها لهم أنه أنت تستطيع برصاصة واحدة كم تقتل شخص، رصاصة واحدة شخص واحد صح ولا، لكن ممكن بكلمة واحدة تقتل مجموعة أشخاص. أشخاص فأنت ستمر في الحياة، في الإعلام، في الدراسة، في الوظيفة، مع الزوجة، في حياتك اليومية المجتمعية، بتسمع كلمة، الكلمة هذه ممكن تقتلك، ممكن تقدمك، ممكن ماذا تؤخرك. فأنت لابد أن تعرف، وأنت الآن في دورة تدريبية واقعية، لابد أن تعرف أن هالكلمة دي لها تأثير عظيم جدا. فرعون، نحن نعرف فرعون يعني مصائب فرعون، هو أعظم جريمة في التاريخ. فرعون هو الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. لما الله عز وجل أراد أن يرسل له موسى عليه السلام أو صاحبي ماذا، فقول له قولا لينا النتيجة لعله يتذكر أو يخشى. يعني أنت هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، لابد أنك إذا أتيت تبلغه الحق تقول له قولا لينا. طيب لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. متى يتذكر؟ فيما بعد، بعدين. لكن أنت مطالب منك أنك تقول له كلام ماذا؟ كلام لين. هارون كان عنده مشكلة في اللسان، وحل العقدة من لسانه، يعني دعا الله عز وجل أنه هذه العقدة التي في اللسان تذهب حتى أنا أتحدث مع هذا الطاغية بكلام حسن لين. شفتم الرسالة كيف؟ فأنت تستطيع أنت في الإعلام الآن تنظر للكلمة قبل أن تخرج من فيك. ومثال، أنت عندك الآن علبة تمر، قدمت لك علبة تمر، غالب اللي في الوعاء التمر كله حسن وجيد، ولكن الذكي وكلكم كذلك سينتقي أطيب هذا التمر. كذلك أنت الكلام الذي يخرج منك طيب، لكن أباك تبحث عن الأطيب منه، لأن هالكلمة هذه سيكون لها أثر عظيم جدا يذكرك الناس فيها. وأنا في التعليم أشوف، أنظر هذا الأمر، لما أكون في أمشي مثلا في مكان عام وفي إحدى الأسواق أو كذا، يسلم عليك واحد جزاك الله خير وكذا، أنت ترى قلت لي كذا، أنت يعني هو مباشرة يربط موقف المعلم هذا أو الأستاذ الجامعي، يربطه بكلمة سمعها منه، سواء كانت كلمة حسنة أو كلمة سيئة. فنتفق نحن على هذا الأمر الأول، وهي يعني بنتكلمها ونسميها يعني أبعاد الإعلامي المؤثر أمثالكم. فقلنا البعد الأول هو أثرك أنت في اللسان، في ماذا تقدمها أنت يعني للمجتمع، سواء كلمة كانت حسنة أو كلمة سيئة. كثير من الحالات المجتمعية اللي تمر ترى كان يتأثر بكلمة، وبالمقابل ممكن تحل له مشكلة معينة. أنا مثلا وقعت لي مشكلة وجيت مثلا لأخوي ماجد، قلت له والله أنا أبغى أتكلم معك. لابد ماجد يعرف أنه ترى فهد ما يبغى من ماجد حل. أنا إيش أبغى من ماجد؟ ماذا أريد من ماجد؟ إنه إيش؟ يستمع لي. أقوى حل ممكن يقدم لي ماجد هو أن يقول صار لك كذا يا فهد، والله يعني الله يسر أمرك، أنا كذا إيش؟ ارتحت. الآن أحسيت أنه في أناس في المجتمع قاعد يحس بماذا؟ بمشكلتي أنا. ترى هذا جزء كبير من الحل، وهي فقط مجرد بلسان. أنا ما قلت له لازم يكون هو متخصص يعني أسري عشان هو يحل المشكلة أو غير ذلك. فيكون الأمر الأول كما قلت لكم ماذا؟ اللسان. الأمر الثاني هو ماذا؟ ها هاي محمد جابر، وش الثاني؟ قلنا اللسان خلصنا منه. البدن. البدن يعني لغتك أنت، لغة البدن، يدينك، القدمين، الرأس، النظرات. يعني عليكم أن كنت واقف قبل ما أدخل، أنتم دخلتم علي يعني بتشوفون من اللي جاي، يعني أظن عندكم رمز إنه إذا سمعتم الإنشودة في ضيف داخل أو كذا، فأنتم تنظرون من هو الشخص. طيب تخيل لو أنا دخلت عليكم كذا معبس شوي،
او داخل عليكم كذا اعطيكم نظرات ايش الاستقبال هذا يا شباب؟ وش ما راح تكون رده ما رده محمد ما جابر لي مثل ما كانت قبل، يعني لما وقفت انت وكذا وكنت فرحان وارحب وكذا، لو تخيل جيت انا كذا وعطيتك كذا عبوسه يعني شرب لي عصير ليمون مر كذا مقطر هكذا، فانت هنا بتكون رده فعلك ايش؟ سلبيه. طيب اعرفك في الحياه أول 30 ثانية ترى تعتمد على ثلاثة أمور: كلمتك وعقلك ولغة بدنك. منك 10 ثواني، أول 10 ثواني انطباع جميل ورائع، في أول 10 ثواني ثانية أنا ممكن أعطيك لغة ابتسامة، نظرة معينة، حركة يد، وقفة، مشية، أي حركة معينة، ثم بعد ذلك أنا ممكن أقول لك كلمة طيبة. هنا أنا هنا كسبت قلبك واستطعتني أؤثر عليك وأكسبك من حيث لا تشعر. بسام قال كلمة جميلة قبل قليل، ويمكن ما يعرف مداها ومدى تأثيرها علي أنا، وأنا ماني متسابق معكم لكن أثرت فيني. ماذا قلت يا بسام أول ما جيت؟ قلت زين إحنا مددنا في البرنامج علشان عشان أشوف. أنا ممكن أعرف الآن من بسام، أنا ما أعتبر هذه ترى يعني كلمة قالها كذا ما بأنه يمزح، لا هو جاد في هذا، يعني هو بمعنى أن أنا أردت أني أنا أشعرك برسالة معينة أن فرحان بي بجيتك. فيكون عندنا هالأمر هذا يا شباب، تستطيع من خلالك تؤثر في لا تشعر اللي تف مئات بل ملايين، وأنا واحد منهم وأتشرف بهذا. لما أنت تأثر علي بموقف معين، أنا اسمحوا لي مثل ما قلت بذكر بعض المواقف اللي أنا شفتها وأنا متابع، تراني أنا أتابع القناة، يعني الموقف اللي حصل مثلا الموقف اللي صار وأنا أتابع محمد جابر مع الأستاذ فهد معيان اللي يسمونه خلف الباب، أو هذا موقف مؤثر، يعني ممكن يكون الأستاذ فهد معيان استخدم فيه كل هالثلاث وسائل هذه سواء بطريقة مباشرة، فاستطاعوا أن يؤثر بالناس. أنا تابعت الهاشتاج قبل ما أدخل، الناس تتكلم عن الموقف هذا وغيره من المواقف، موقفكم كلكم يعني كل واحد فيكم ترى له ميزة معينة لما ترجع لها أن تجد أنها واحد، يا أنها كلمة موقف معين. من ضمن المواقف اللطيفة اللي أنتم ما تدرون عنها، هو غير موجود فما راح أذكر اسمه، يعني سوى حركة، استقبل أحد الراجعين للبرنامج، استقبل بطريقة جميلة جداً، وضع يده على جسم هذا المتسابق بطريقه معينه، انا كم الموقف هذا يعني هو الان هو ما يدري لكنه اثر فيني. فموقف جلسه طريقه معينه هيئه انت تؤثر في الناس من حيث لا تشعر. هذا الان الشباب ما هي علبه ماء، جيد انا جيت مثلا كذا قلت والله نادر ابغى مويه، راح نادر الثلاجه وجاب لي مويه وكذا ورمى لي اياها عطني اياها كذا، انا اخذت العلبه وفكيتها وشربت طبيعي جدا. لكن تخيل لو جاء مثلا مسفر وقلت لها نروح جيب لي مويه، راح مسفر للثلاجة أخذ العلبة بطريقة معينة ثم فتح العلبة جيد وقال لي تفضل سم جعلها بالعافية، أعطاني ابتسامة جيد. العلبة تغيرت؟ لا. الماء تغير؟ إيش اللي تغير؟ أسلوب الطريقة بس. أنا بشرب علبة الماء هذه ما راح أنساها، أقول أذكر جيت مرة البداية والله علبة الماء ذي اللي أعطاني إياها مسفر كانت كأنها عسل، وهي عسل. ليش؟ لأنه الطريقة كانت إيش؟ جميلة، يعني طريقة معينة. أنت أحياناً في الإعلام تحتاج أنك تختار تتفنن. الله عز وجل يعرف أننا مؤمنون سبحانه وتعالى، ولكن لما خاطبنا بالإيمان قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أنا أعرف أنك مؤمن لكن زد إيمانك شوي، يعني حاول أنك أنت يكون إيمانك هذا يعني زائد لا ينقص. أنت كذلك ترى عند الإمكانيات اللي متاحة لك، الكاميرات اللي موجودة الآن والساحات الإعلامية المفتوحة لك، تستطيع من خلالك تقدم رسائل سواء مباشرة أو غير مباشرة. إذا اتفقنا على هذا الأمر الأول وهو هذه الثلاث أشياء من الرسائل والأشياء اللي أتكلم معكم فيها، وهي أنك أنت وأنت إعلامي ستظهر للناس يعني في البدايات تظهر ب تصنع في بعض التصرفات بعض المواقف، لكن تجد في نفسك أنك في آخر المرحلة أصبحت شخصية ماذا؟ حقيقية، والناس عرفوك على حقيقة، قال هذا خلاص فلان عرفنا هذا هو فلان بطريقته. أنت هنا تكون عندك سلاحين، إما أني بكون أقدم رسائل مباشرة أو رسائل غير مباشرة. أنا بسمع منكم يعني عشان بس ما أستأثر في الحديث، أبغى مثال، يعني مثال في الرسائل المباشرة والرسائل غير مباشرة، يعني شيء تبي تقدمه للناس مباشر وشيء بيكون غير مباشر، شو رأيكم؟ تبدأ كلامك بالابتسام قبل لا تبدأ كلامك تكون مبتسم. جميل. أنا ممكن يكون هدفي منها ماذا؟ إشعار المتلقي بالطيبة أو إنه تخليه بالارتياح، هذا الشخص المتلقي. لكن أريدك الآن تعطيني رسالة لمن يتابع اللي هم خلف الشاشات الآن،
يمكن الرسائل غير مباشرة، يمكن أي. يكون موقف مع واحد من أخوياي. اي نعم، موقف بيني وبينه. جميل، فيعكس أثر لأحد المتابعين. جميل، بشكل غير مباشر. نعم، يعني أنت ما تعمدت الطريقة دي، بس أنها وش صار لها أثر عند اللي يتابعك. جميل، وأنت هل كنت تدرسها، تدرس الموقف هذا أو الحركة؟ لا. لا. جميل، هذه ترى يسمونها الرسالة الغير مباشرة. يعني أنت لأن دخلت مثلا على مجلس في ضيوف، فأنت كذا شفت أنه الدلة هنا موجودة وما في حد صب القهوة، زين، أنت جيت كذا بخلسة أخذت الدلة وبديت تصب القهوة، أرسلت رسالة لكل من مو في عمرك، يا أخي استح على وجهك، عيب، شيبان جالسين ما حد قهواهم. هذه أقوى من أنك تقول يا فنان يا أخي استح على وجهك، قم صب الرجاجيل، شوفهم قاعدين في صدر المجلس. هذه ممكن يقبلها منك كذا، يعني ممكن تكون مباشرة، رسالة مباشرة دي. لا، هذه غير مباشرة، أنا أقوم أصب القهوة. لا لا، مثلا أقول يا فلان قم صب قهوة، إيه هذه مباشرة، إيه رسالة مباشرة، لكن قبولها أنت ما تدري عن الشخص الآخر هل يقبلها أو لا، والغالب الناس ما يتقبلونها، أسلوب الأوامر ما يتقبلونها. لا. جيد، لكن أنت أحيانا عود الناس على أني أنا ممكن أتعامل بطريقة غير مباشرة، ترى هذه تعطيك تفنن في التعامل مع الآخرين. أنا مرة جالس ألقي دورة وعندي اللابتوب أنا فاتحة كذا وجلس أتكلم، وعندي الإشارة ضعيفة، البطارية ضعيفة، فماسك السلك، سلك الشاحن، عندي الفيش فتحة الكهرباء قريبة، يعني أقدر أقول أي واحد من الطلاب أقول له قم يا فلان وحط فأنا ماسك السلك تقريبا أكثر من 5 دقائق ماسكه كذا، وأنا قاعد أتكلم أمامي أكثر من 120 طالب تقريبا، ولا واحد فيهم عنده إحساس، إن شاء الله ما يتابعوني ولا يدرون عني هالقصة هذه، ما حد يوم كان عنده إحساس قام وأخذ السلقة ولا أنا بأخذها وبأشبك الكهرباء، يعني ما فهموا. جيد، من اللي فهم شخص مر كذا وكان الباب مفتوح زجاجة كذا، فطلق الباب ودخل علينا في القاعة وأخذ السلك وشبكة كذا، قلت له أحسنت، هذه رسالة التي أنا أريد أنه أوصلها. اليوم الآخر إيش يتوقعون من الطلاب سيتعاملون معي بهالشكل؟ كلهم قام. لا، بلاحظ عليك أي شيء. أحسنت، صرت اليوم الثاني لجرد بعض الطلاب، ها البطارية كيف معك، مضبوطة؟ لا تمام. فهمتم رسالة؟ أنت كذا قاعد تقدم، هذه أقوى. لكن تخيل يقول أنتم ما استحنا وجيكم، شفني جالس أتكلم الآن واللابتوب فاضي وماسك السلك لي 5 دقائق، بيقوم هو كذا المتربي منهم بيقوم، لكنه ما راح يقبلها، ممكن مرة مرتين بيقولك لا بعدين يا أخي هذا قاعد يتأمر علينا. لكن خلها رسالة تكون تؤثر فيه أكثر وأكثر وأكثر. منهج النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الدين، قصة في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى مكة كعبة، فكان باب الكعبة مفتوحا عليه الصلاة والسلام، فبدأ يطوف، فدخل إلى جوف الكعبة وجعل عن يمينه عمودين وعن يساره عمود واحد وخلفه 3 أعمدة، فصلى عليه الصلاة والسلام 2 ركعتين، فلما انتهى من صلاته خرج إلى الصحابة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا هو يعني صلى الله عليه وسلم صلى وكان باب الكعبة خلفه ماذا؟ مفتوح. لماذا؟ حتى الصحابة يرونه وهم يطوفون، يعني يشوفونه كيف يصلي، فلما خرج قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ترى هذه رسالة قوية. في الحج كان صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل أو المنسك، يرمي يحلق ثم يقول لتأخذوا عني مناسككم، يعني يقدم الفعل ثم يأمر الصحابة. هذه تراها يا شباب أقوى رسالة ممكن أنت تقدمها للمجتمع الآخر. لكن لو قلتهم افعلوا كذا، لا تفعلون كذا، تقولون كذا، قولوا كذا، الناس ممكن تتقبل، لكن أنت تحتاج أنك تتفنن في التعامل مع الناس. فهذا هو الأسلوب المباشر والأسلوب الغير مباشر. أحد عنده مثال ممكن يسمعنا فيه؟ هاي محمد، شو رأيك؟ عطني مثال يعني واقع. مثال غير مباشر. أي مباشر أو غير مباشر. مثلا أنت كمتسابق وشفت أخوك الثاني المتسابق، نعم، متضايق ولا شيء. أي. أنت جيت تقول له وش في خاطرك؟ نعم. من نية. والكاميرا كانت عليكم، ما تدري إنها عليك. أي. هذه تعتبر غير مباشر. غير مباشر. إنك أنت. والمباشر. داري خاطر خويك. المباشر. أصبت. جميل، حكة الرأس هذه ستخرج كل المعلومات اللي على يمينا اللي هي ذات ال يمكن ما تاخذ شيء بس ها له لا هو يطلع شيء عاد الله اعلم. المباشر سنة. انك مثلا عبد الرحمن العزيزي اي ما قدم فقر مثلا، نقول عبد الرحمن العزيزي انت قدم فقره انك ما قدمت فقره وانت تحتاج انقاض، قم قدم فقره. اي هذا مباشر. هذه مباشر. جميل، يعني انت سويت حركه تسعى خير لخويك انه يقوم يقدم فقره عشانه يكسب نقاط.
احسنت. في اشاره اللي يقول لك مثلا فلان انت سوي كذا، ايش رايكم في الحركه هذه؟ ايش رايك يا بسام؟ والله شوف جميل، على حسب الشخص. حركه الاصبع هذه امون عليك ابو فيها اشخاص يمكن انها ما يتقبلها او انها تكون يعني يشمئز منها، بس في ناس لا عادي يعني من حكم انه تمون عليه ضحكتني كل شيء. تراني ما اخذها من عبد الرحمن العزيز الكندي، ما كنت اعرفها بس علمني. فاقول لك يعني في ناس عادي يعني مثل اخوي يكتمون عليه عادي قبل عاطني بيقول الله يعافيك. الان محمد جابر بدا يطبق الان. جميل. احيانا الشخص مثلا تقول ممكن تقول له مثلا تفضل، تقول له بالشكل هذا او انت يا فلان بهالطريقه هذه بالحركه هذه. شخص اخر تقول له كذا، ترى الاول هذا بيتقبل منك لكن الشخص هذا ممكن يتقبل في البدايه لكن مره ثانيه ثالثه لن يتقبل. هذه يعني في قضيه سم. هذه رساله مباشره لي. اي لا انا ما اقصدك انت. انا كذا اعطيك كذا وجاوب ترى ما تقبلها. اقول لك كذا راحتك وجاوب. جميل. طيب هذه قلنا احنا تحدثنا عن مساله المباشر وغير المباشر. ايضا كذلك من ضمن الوصايا يا شباب، وهي احيانا بعض الناس يتعمد، خلنا نقول بين قوسين وبين هلالين، يتعمد الاعلامي او المشهور اني انا اعمل حاجه غريبه لاجل ماذا؟ مشاهدات. مشاهدات او ان يعرف. لفت الانظار. لفت الانظار. طيب ذكر ابن الجوزي قصه جميله ولطيفه. بينما الناس يطوفون حول الكعبه فاذ باعرابي رجل اتى الى بئر زمزم وبال فيه، اجلكم الله، بال في البئر، راى الناس يعني يشربون هذا البئر فبال فيه. فالناس غضبوا، يعني انت الان تعرف اننا نطوف نحتاج الى ماء، كيف تفعل هذا الفعل يعني؟ فاخذوا به الى القاضي او الحاكم. ما الذي صنعك يا فلان تفعل هذه الفعله؟ اجابه موجوده الان في واقعنا. يقول ايش؟ حتى يتحدث الناس ان فلانا بال في بئر زمزم. ابغاهم يذكروني في هالتاريخ هذا انه ترى فلان هو اللي فعل كذا وكذا. اذا هو لم يهمه السلوك وانما همه ماذا؟ ان يكون شخص ماذا؟ معروف. معروف. فانت ضع في بالك انك انت تحتاج كما قلت لك في البدايه، انت تحتاج الى عقل. العقل ما هو المقصود به؟ المحتوى. انت ماذا ستقدم؟ انت عندك ساعات الان كثيره جدا في الاعلام، بعدها ستخرج عندك وسائل التواصل، السناب، تويتر وغيره. هذه الوسائل تحتاج الى ماذا؟ الى عقل. عقل. انا ما المحتوى الذي ساقدمه للناس؟ انا اذا 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 شذيت واتيت بسلوكيات سيئه جدا بتاتيني متابعات وناس وما ادري ايش وكذا، ولكن سيذكر التاريخ يوم الايام ان فلان بن فلان فعل هذه الفعله الشنيعه. لكن خلها عكس، خل الناس تتكلم عنك انك انت صنعت الفعل او الموقف يعني الفلاني. من ضمن المواقف التي حصلت، التقيت مع احد المشاهير في الحج، الحج هذا، فكان يصور كذا ويتكلم على الإنجازات في الدولة والمشاعر والخدمات وكذا. وأثناء تصويره للأشياء التي نراها جميلة ورائعة، لسانه كان يلقي كلمات ما عجبتني. فأنا أقول له، أنا مريت كذا وسمعت يتكلم، قلت له يا فلان لو أنك أنت الآن الصورة جميلة لكن تحتاج إلى ماذا؟ إلى كلام حسن حتى تكون الصورة ماذا؟ أجمل وأجمل. مثل ما قلت لكم، تقدم لي كوب القهوة مثل ما الآن محمد جابر قال سمت تفضل جعله بالعافية، أنت لن تخسر شيئا. فأنت قدمت شيء ينظر له الناس جميل، وأسمعتهم شيئا ماذا؟ جميلا لن ينسونه أبدا. فهمتم الصورة؟ من ضمن الوصايا كما قلت لكم تحتاج أنك يعني تقف مع نفسك فيها وقفات معينة. من الوصايا التي أوصيكم بها يا شباب هي أربع كلمات تأخذ منك لا يقل عن 40 ثانية، وهذه اجعلها لزمة لك حينما تخرج مع هذا الباب بعد نهاية هذا البرنامج. السلام، مصافحة، ابتسامة، كلمة حسنة. ما هي نادر ذك وشي الأولى؟ السلام. أيوة هاي عبد الرحمن. الثانية ابتسامة. هاي بسام. مصافحة. مصافحة. جميل. سيرة حسنة. وكلمة حسنة. هذه أربع خلها لزمة معك. أي شخص تقابله سلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلم على من عرفته ومن لم تعرفه. أي شخص تقابله سلم عليه. هذه واحدة. الثانية الابتسامة. ترى الابتسامة، وكلكم ذلك الرجل ما شاء الله الذي قابلني بهالابتسامة الجميلة والرائعة، ترى الابتسامة تهدم أي جليد ثلجي من سلبية موجودة فيك.
شخص بينك وبينه موقف معين ابتسمت كذا على طول ذاب الجليد، بس الان هو متقبل الكلام اللي هو يعني سيسمعه منك. فانت تعطي الناس ابتسامه، تخيل سلمت عليه ثم ابتسمت في وجهي ثم صافحته، وهنا اسمع لهالحديث الجميل والرائع، تصوير نبوي جميل من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول إذا التقى المسلمان، ما معنى التقى في اللغة؟ أي تقابل وجها لوجه، مو قفا لقفا ولا كتف لكتف، لا، وإنما إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما قبل أن يتفرقا، أو تحات الذنوبهما كما تحات ورق الشجر. يعني مثلا تقابله جيد ثم تسلم عليه، ما الأثر النفسي اللي انت قدمت لهذا الشخص المقابل لك؟ ثم بعد ذلك، بعد هالخلطة دي كلها الثلاثية، تختمها بكلمة حسنة، تذكر اسمه مثلا، تثني عليه والنعم بفلان. أنت كذا الآن قدمت له أربع كلمات، ترى ما أخذت منك يمكن ولا 40 ثانية، لكن اللقاء هذا هل سينساه؟ ايش رأيكم؟ هذا ايش؟ بينساه ولا ما راح ينساه؟ لا اللقاء لا هذا ما راح ينساه، راح ينسى. لما تقابله أنت مرة ثانية في أي مكان آخر، يقول هذا الرجال ذاك اللي مسلم علي وصافحني وابتسم في وجهي وأثنى علي، ما بيني وبينها أي معرفة. فأنت هنا إيش؟ يعني كسبت قلبه وأثرت عليه. هنا لا تبغى تقول له نصيحة معينة، بتقول له مخالفة معينة، بتعطيه رسالة كما ذكرت يا محمد وغيره، اللي هي المباشرة أو غير مباشرة سيتقبلها يعني منك. بمعنى أنك أنت الأذان، الشباب في حد إحنا نسمع الأذان، تسمع أنتم الأذان هنا؟ جميل جميل جميل، أظن بقي كم بقي على ذا؟ أي جميل. فنقول نحن الآن، أنت أي شخص تقابله ستؤثر فيه على هذه أربعة أشياء. قابلته مرة أخرى، مرة ثانية يقول ما راح أنسى الموقف اللي حصل بيني وبين فلان، سلم علي وصافحني وابتسم في وجهي وأثنى علي. أخي هذا الرجل عجيب، مهما تقول له من كلام سيء سيقبله منك. لماذا؟ لأنك أنت صنعت فيه شيء من الإيجابية. هذا ترى من أقوى الأسباب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لكسب الناس وللتأثير عليهم، أن تكون عندك بعد مستقبلي أنت كإعلامي وكمشهور وكمؤثر مجتمعي، أنك تؤثر بالناس عن طريق هذه الرسائل وهذه الوسائل. لأن الناس الآن تحتاج إلى ماذا؟ إلى التفنن في الطرح الإعلامي، تحتاج إلى التفنن في الطرح العلمي الدعوي التربوي. أحتاج أنك تقدم لي شيء، مو بكوب قهوة فقط، لا، القهوة موجودة ومنتشرة لكن تفنن في تقديمها، الماء موجود لكن تفنن في تقديم الماء، الغترة موجود لكن تفنن أنت في كيف تقدم الغترة وكيف تلبسها وكيف وكيف. فأنت لما تفكر أنت كيف يعني تتفنن بهذا الأمر، لن يصبح عندنا جيل يبحث عن هذا الشيء في الكافيهات ولا في المطاعم. الآن بعض الكافيهات والمطاعم هو ترى اللي يقدم لك القهوة ترى هو دارس دراسة كيف يمسك الصحن بطريقة احترافية ويمشي لك بطريقة معينة حتى يصل عندك في الطاولة يقول لك سم تفضل وكذا، فهمت الصورة؟ حتى يأخذ منك مبلغ معين هو مقابل هذه الخدمة، وهي التفنن في هذا الأسلوب وبهالطريقة اللي طيب نسمع الأذان. ما شاء الله نادى العجم هو اللي بيأذن. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة القائمة،
أتي نبينا وحبيبنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته أنه لا يخلف الوعد. فقول نحن نعيد حديثنا يعني ونؤكد على مسألة أنك أنت كشخص لك تأثيرك في المجتمع، تحتاج أنك تتواصى مع نفسك وتتواصى مع غيرك في هل مثل الوصايا هذه كلها حتى نقدم رسالة للناس تكون شرط تعالى رسالة مؤثرة. جزاك الله خير نادر، تقبل الله منا ومنك. أيضا يعني لعلي أتحدث معكم في الدقائق الباقية وهي عن عمل أنا أقول هو من متطلباتك أنت كإعلامي، وهي تقديم رسائل للناس. عندنا وقف بكة، يعني هذه الأوقاف نقول نحن الحمد لله أن مثل هذه الأوقاف هي في بلادنا، هذا أولا، وتحت مظلة رسمية وتعلن في قناة رسمية معتبرة، وأيضا أنت الآن مصرح لك أنك تتكلم عن يعني عن هذا الوقف وتدعو الناس له. الله سبحانه وتعالى خاطبنا وقال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. يعني أنت لما تدعى للإنفاق في مثل هذه الأوقاف تدفع مال معين، هو كم المبلغ؟ كم المبلغ يا محمد؟ عندك 300 على الفرد، 300 أيوة، 600 على الوالدين، 900 العائلة، جميل، 2500 متر مربع، جميل، 250 لمن استطاع له سبيلا، شقة كاملة ما شاء الله. طيب هالمبالغ دي هل ترى أنها مبالغ كثيرة؟ لا والله قليل، قليلة جدا مقارنة بما نستهلكه نحن يوميا. يعني لما يأتيك شخص يقول لك والله أنا مثلا أدفع 10 ريالات يوميا أو 15 ريال لمشروب القهوة لدي اللي كل يوم الصباح أنا أشربها وكذا، لو حسبنا نهاية الشهر ممكن يطلع لنا مبلغ وقدره. لو جعل هالمبلغ هذا للمشاركة في الوقف أو قدم إهداء، أنا ما أدري هل الإهداءات موجودة أو لا، لكن في إهداء موجود، جميل. يعني كيف فكرته؟ يرسلون لك كارت أي باسم المهدى ومهدى إليك، جميل ممتاز. يعني أنت ممكن تهدي شخص معين، أنا أوقفت نيابة عنك وبنيتك بهذا الوقف، الوقف بكة أو غيره. فمثل هذه الأوقاف كما قلت لكم الله سبحانه وتعالى لما خاطبنا وقال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ترى ميزة الصدقة فيها ميزة عظيمة جدا غير موجودة في كثير من العبادات، وهي أنك أنت تأخذ شيء من حر مالك ولا تظن أنت أنك أنا لما أدفع هذا المال أنا قاعد أتصدق، لا، ترى أنت الآن تتصدق على نفسك، على نفسك. أنت ما ترسم فقط الفرح على المحتاج أو المستفيد من هذا الوقف، لا، أنت ترسم السعادة والراحة والبركة والطمأنينة والسكينة والخير والرزق والبر لك أنت ولمالك، لأنك أنت مهما تنفق من مال هل ينقص ولا يزيد؟ يزيد، بل يزيده بل يزيد. يعني أنت أحيانا الناس يفكر أنه الصدقة هي أخذ، لا، الصدقة هي عبادة عظيمة وهي عبادة العطاء، أن أعطي مالا ويرجع هذا المال هو أثر عظيم جدا لأهلي أنا، لزوجي، لأبنائي، لوظيفتي، يعني البركة ترجع لك أنت. فيستشعر الإنسان دائما هذه النعمة العظيمة، وإذن كذلك الإخوة المشاهدون، أنك أنت في هالعبادة العظيمة ذي جد لله سبحانه وتعالى أخلص لله في هالعمل، هذا واحد. الثاني تنفق أنت وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ترى يخلفه، هذه شيء لطيف، يخلفه فعل مضارع مستمر، فعل مضارع مستمر يخلفه. يعني أنت مهما أنفقت من المال واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى في هذا الوقف، وقف بكة، يخلفه الله عز وجل، يخلفه، يخلفه، تنفق يخلفه، ويستمر هذا الإخلاف
من الله سبحانه وتعالى، والمقصود به أنه يرجع لك أنت بركة في مالك، صحة في بدنك، توفيقا لأبنائك، فتجد أنت كل هذه البركات من قوله سبحانه وتعالى فهو يخلفه. فالإنسان لما يقدم مثل هذه الأوقاف الرائعة والجميلة وأيضا كما قلت الموثوقة، يعلم علما يقينا أن الله سبحانه وتعالى استودعك هذا المال وأعطاك هذا المال، وهذه التجارة العظيمة مع الله سبحانه وتعالى، وهي تجارة رابحة، تنفق ريال لك أضعافهم المضاعفة، وأظن السهم مفتوح، يعني لو دفع حتى واحد 10 ريال أو 50 ريال أظنها مفتوحة. فهذه ترى كلها نعم عظيمة جدا. شخص لما يأتيك ضيف، يدخل عليك ضيف، تقول والله أنا أقدم لك مثلا العشاء الفلاني بيكلفني مبلغ وقدره، أنا أروح إلى مطعم أو أروح إلى ملهى أو أروح إلى مكان معين يأخذ مني مبلغ وقدره، وهذا المبلغ سيذهب، ولكن لما أنا أتصدق في مثل هذه الأوقاف المباركة هذا المال يبقى في نفسي. أنا بسألكم سؤال فيما يخص موضوع الوقف من باب أننا نتحدث يعني عن، أعطوني مثال للوصايا التي ذكرناها لكم، الأبعاد الوصايا اللي تكون مناسبة ممكن تقدمها للناس بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة، أو بمعنى أصح متى أنا أقول للناس تصدقوا ومتى أقول للناس تصدقوا بطريقة غير مباشرة. فيكم أحد ممثل أو في المسرح من الشباب الموجودين؟ جميل، ترى المسرح غالبه كلها رسائل إيش؟ غير مباشرة، غير مباشرة، جيد. فالإنشاد بطريقة غير مباشرة، الشعر بطريقة غير مباشرة، الحركة اليد أو غير بطريقة غير مباشرة، لكن أبغى أسمع منكم إيش تجربكم أنتم، ماذا فعلتم وصنعتم أنتم بهالوقف، يعني بسواء رسائل مباشرة أو رسائل غير مباشرة. نبدأ معك محمد، ها يعني عطني أوصنا، يعني إيش الفكرة اللي أنت وصلت لها أو الرسالة اللي أنت قدمتها للجمهور أو المشاهدين؟ والله شوف أنا ما قدمت رسالة الحقيقة، أي بس دائما نتكلم عن هذا الوقف، وانفقوا وتصدقوا. يعني في بعض المواقف تحصل لك أنت الإنسان، نعم، تكون سر بينك وبين الله، ما تحب تحكيها قدام الناس. جميل. ولكن من أحد التجارب اللي أنا أسويها، نعم، أنها مرت علي مرة من المرات، ما أملك والله إلا شيء قليل، ولكني لقيت لي محتاج وعطيته منه شوي. جميل. وبقيت لي شوي. نعم. ما طولت، في نفس اليوم ربي عوضني أضعاف 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 أضعاف. ما شاء الله. والله لك الحمد. وهنا لا تستصغر العمل، ترى رب عمل صغير كبرته النية. إي والله. رب عمل كبير صغرته النية. الرسائل مثل الرسائل غير مباشرة، مثل إني أسولف أنا واحد، أسولف أنا واحد من العيال مثلاً. نعم. في الهواء، ولكن ما كنا ندري مثلاً إن الهواء علينا وإن الكاميرا علينا، مثلاً أسولف أنا وياه وأقول له إني أنا مثلاً دخلت مثلاً الوقف وتبرعت بمبلغ كذا. جميل. وكان مثلاً كنت أحس بشعور ولا أحس لي بضيقة، والحمد لله ربي فرج عني وإني انبسطت وحسيت بشيء إيجابي. نعم. فأنا منها أني أسولف أنا على خويي أصلاً، سالفة بيني وبين خويي، بس نعم، كلها أثر على المشاهد. أحسنت، جميل. ترى هذه رسائلها أقوى يا شباب، عشان كذا أنا قلت من قبل قليل الرسائل الغير مباشرة أقوى تأثيراً من الرسائل المباشرة الحقيقية، لأن الناس أحياناً لا تتقبل الشيء المباشر. سامي عبد الرحمن. أنا عبد المحسن العسيري، سوينا سكتشات هنا عن الوقف. جميل. أنه يعني واحد يتيم غير مباشر، رسالة غير مباشرة، واحد يتيم كذا جالس يمر شخص أو يتصدق عليه كذا، وبدأنا نتكلم عنها أن الصدقة شيء عظيم. جميل. هذه من الرسائل الغير مباشرة. أما الرسائل المباشرة أنك يعني تسوي الفعل كذا، يعني تصدق، طلع الإدارة ما قصروا معنا أن نتصدق إحنا بنفسنا، ويعني نحث على الصدقة. جميل. ترى أحيانا بعض العبادات عندنا في الشريعة إخفاؤها أفضل، لكن الله عز وجل لما تكلم عن الصدقة قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني أنت هذه الصدقة إذا صار في فرصة أنك تبديها تظهرها للناس، مثل القناة الآن تظهرها للناس، ترى أنا تصدقت وجدت يعني أثر على صدقتي هذه، وجدت أيضا كذلك بركة، تبدي هذه الصدقات. وإن رأيت أنك تخفيها تخفيها، لكن نحن في زمن الآن في هالإعلام وفي هالوسيلة هذه تظهر للناس، حتى تقول للناس ماذا تصدقوا، مثل والله أنا أتابع نادر وأحب نادر مثلا، أنا أتصدق لأن نادر قدم لي رسالة مباشرة أو غير مباشرة قال تصدقوا في هال يعني في هالوقف. وترى أنتم يعني محبة الناس
فرصة عظيمة جدا أنك تقدم من خلالها وصايا لهم يعني بطريقة مباشرة بطريقة غير مباشرة. الآن كما قلت لكم المسرح والمشهد له تأثير، القصيدة لها تأثير، الأنشودة والأنشيد له تأثير، السالفة والقصة اللي ترويها للناس تضمنها في شيء يخص موضوع الصدقة والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. سترى الناس تكب على مثل هذه الأوقاف وتدعمها وتتصدق وتقول سبحان الله أين أتتهم هذه الصدقات، من أجل أن فلان بن فلان كان في تلك القناة كان يقدم رسائل مباشرة ورسائل غير مباشرة. وأنا متابع وأتابع هذا الأمر، الرسائل التي تقدمونها يا شباب للناس المباشرة وغير مباشرة عظيمة جدا. اثبتوا على ما أنتم عليه في تقديمكم، في منهجكم، في مبادئكم، في قيمكم. ولعل يختم الوصايا معكم مثالك اللي قبل شوي هذا أثر فيني، كيف لو تصدق؟ الله جزاك الله خير. وهذا ترى هذا واقع، يعني واقع أنك أنت أحيانا الكلمة الطيبة كما قلت لكم لها أثر عظيم جدا، لا تستحقر أي مدح. ترى الناس لا يعدم فيها إلا إن شاء الله تعالى، أو لا يعدم منهم الشر، يعني الناس كل الغالب أنهم يعني تحلوا بالخير وفيه مبادئ. الإنسان يأتيك رجل تقول هذا سيء سيء، لكن بيكون فيه شيء ماذا حسن، لو أنه عصرته بيطلع معه ماذا حسن. من ضمن الوصايا ولعلي أختم بها وهي الأخلاق عامة. ترى هذا مبدأ عظيم جدا ورسالة تقدمها أنت كإعلامي للمجتمع الآخر، أخلاقك أنت وتعاملاتك. ترى الأخلاق يعني عنوان عريض وكبير جدا. مثل ماذا الأخلاق؟ أعطوني سموا لي بعضها. هاي ماجد، الأخلاق مثل إيش؟ الصدق، الأمانة، الوفاء، العطاء، الكرم، الشجاعة، كلها كلها أخلاق. أنت تستطيع وأنت في هالوسيلة الإعلامية هذه تقدم كل هذه المواقف. وأنا كمتابع والله إني أراها، ما أقولها مجاملة بل حقيقة أراها، كل واحد فيكم عنده صفة معينة تميز فيها. ترى أنت ما تدري أنك أنت متميز بهالخلق هذا، لكن قاعد تقدم رسالة للناس، رسالة مباشرة وغير مباشرة، لأن القناة تخاطب شرائح المجتمع الكبير الصغير الذكر والأنثى. فأنت جالس تقدم رسائل من حيث لا تشعر. ترى أحيانا أنت مثلا لما تجلس كذا أنتم جالسين وجاء واحد من المتسابقين، أنت ترى أن هذا المتسابق أكبر منك في السن مثلا أو له فضل عليك، فأنت كذا قمت لا شعوريا باب الاحترام تقول له تعال اجلس مكاني أو اجلس في هذا المكان. أنت أرسلت رسالة الآن قضية احترام الكبير، أنت سويتها كذا حركة يعني لا شعوريا، لكنها أثرت فيه تأثير كبير جدا. أبختم معكم في الأخلاق في أمثلة دائما أنا أقولها في بعض اللقاءات. الفواكه عندنا الموز والتفاح والبرتقال. سأبدأ بالبرتقال. الآن لو معي برتقالة، ركزوا في هذا جيدا، معي برتقالة وجالس أنا أعصر هالبرتقالة، هذا الشيء ممكن يطلع منها عصير. عصير ضغط أكثر، ضغط زيادة، عصير. عصير وأكثر عصير. عصير هل ممكن يطلع شيء غير العصير؟ لا. الأخلاق تعامل معها مثل البرتقالة، مهما عصرتك الدنيا لما تخرج كلام من هنا، ضغط من هنا، ظروف مجتمعية وكذا تضغطك الحياة، لا يخرج منك العصير، لا يخرج منك الطيب الحسن اللي فيك. طيب أنا يا أخي كذا، وفي ناس خلاص إذا ضغطته الحياة ساءت أخلاقه. لا، أنت هنا تعامل بهالتقنية هذه العظيمة وهي البرتقالة، كل ما تعصرها يخرج منها، مستحيل يطلع من البرتقالة بعد ما عصرها زيت ولا بنزين ولا موية، لا يطلع منها عصير. أنت كذلك لا يخرج منك إلا ماذا؟ الحسن. هذا هو البرتقالة. التفاحة ستمر أنت بكلمات سيئة، التفاح لذيذ لكنه قاسي، أنت تحتاج في بعض المواقف أنك تكون قاسي شوي. يا أخي أنت ليش تسوي كذا؟ ليش تطلع تصلي بدري؟ يا أخي أنت خليه قاسي، لا تكون هشاً فيضغطك الناس ويطلعون على أكتافك، خليك أنت قاسي تتحمل. لكن أنا لما تكشرني تطلع حقيقتي أنا، ترى طعمي داخلياً حلو. التفاحة قاسية، شيل قشرها وتأكلها تتلذذ بطعامها، جيد. هذا التفاح. أما الموز، الموز سبحان الله تشوفه كذا شكله طويل، تقول يا أخي هل هو اللي داخله لب أم هو اللي داخله هو الطعام اللذيذ؟ تفك يعني الموز، وهنا شيء لطيف أو ظريف إن صحة العبارة، القرد أصبح أفضل من الإنسان في فكه للموزة. الموزة كيف تفك؟
كيف تفكر الموز انتم من فوق ولا من تحت؟ لا من تحت. من الاسود ولا من الاعلى هذا؟ لا لا من الاعلى. من الاعلى الله يهديك، يعني صار القرد احسن منك يا محمد. عاد كلنا كذا، كلكم كذا، كلنا كذا يا ابو جعفر كل خلاص هم الان مشوا معك وانا معكم تراني بالمناسبه. لكن القرد اعطيه الموز يفكها من جهه الاسود. تدري ليش؟ ليش؟ عشان يقدر يمسكها من تحت وياكلها. والله انا صادق صح ولا؟ اي والله طلعت كمنا يا ابو جعفر. جميل، شفت كيف الله سبحانه وتعالى خلق وعلم سبحانه وتعالى، وكل شيء له خبره في الشيء اللي يحب. احسنت. فانت الان لما تاخذ الموزه وتفكها بهالطريقه هذه، ما كنت تفكر اني ممكن انا الموزه هذه باكلها بالطريقه الفلانيه. الموزه اعطتنا فائده قبل ان تقع في مشروع معين، في سنابه، في تغريده، في شيء، فكر كيف ستصل للناس هذه رساله الموزه. كيف اكل الموز؟ كيف اقدم للناس رسائل مكتوبه؟ هل الناس بيتقبل انا جئت للناس؟ مثلا تخيل واحد مثلا في ليله العيد، ليله عيد الفطر مثلا، جالس مثلا يتكلم عن فضل صيام يوم عاشوراء، ما حد يتقبل منك. هي المحتوى جميل ورائع ولكن مو بهذا وقتها الان. جيد، واحد مثلا في موطن فرح حضر مناسبه، قال طلبنا منك والله قصيده يا فلان، جاء وعطاهم قصيده عن الموت ولا عن، لا مو بمناسب، اعطيهم شيء عن الفرح. فانت تعطي الناس رسائل، سترى ان هذه رساله تصل لهم بطريقه ايجابيه ورائعه وفي الوقت الصحيح، بالوقت الصحيح وبالطريقه الصحيحه، وايضا تقبل الناس لها. ترى الناس احيانا ما تتقبل يعني رسائلك انت او كلامك، لكن اذا ما تقبلوه انت اصنع شيء خلهم ايش يتقبلوا، يقبلونه. جيد، انا امام مسجد، امام جامع، فصلي موقف، اصلي بالناس، فأثناء الصلاة، صلاة التراويح، رجل يعني مختل عقليا وكذا تخطى الصفوف وتقدم أمامي وأنا أصلي بالناس، بدأ يعمل حركات كذا والناس اللي قطع الصلاة واللي جلس يضحك واللي، فأنا هنا الآن يعني أنت في موطن الحين خلفك صفوف تصلي في موقف، ما أدري تقطع الصلاة، ما أدري إيش تصنع، فأنا غمضت عيوني كذا يعني وحتى أني ما أشوفه يعني. فبدأ هو يتكلم معي وأنا أقرأ، جالس أقرأ الآن، بدأ يتكلم معي يبغاني أفتح عيوني، فقلت سبحان الله يعني تغميضة العين هذه سكرت الطريق كامل. يعني هو الآن ما استطاع أن يخليني أنا أفتح عيوني، لكن لو اللي خلفي أغمضوا عيونهم ما قطعوا الصلاة وما ضحكوا. فهمتم الصورة؟ بغض النظر عن الحكم الشرعي في قضية تغميض العينين وغيره، نتكلم على موقف حصل. فأنت أحيانا تحتاج أنك أنت تفكر كيف أنا أتخلص من هذا الموقف، الموقف اللي كان سلبي، إلى موقف ماذا؟ إيجابي. أنا ما أبغى يعني أستأثر في الحديث كثيرا، لكني كما قلت لكم أريد أن يعني يكون نقاش وحوار يعني بيني وبينكم. أنا أبغى أسمع منكم يعني بعض النماذج اللي مريتوا فيها. سمي نادر، أدوك سم. أنا فيه قاعدة، أي اللي هي مو بشرط أنك يعني ينتشر لك سواء كلام او مجال يعني حديث من الحديث اللي احنا جالسين نتكلم عنها، يعني حاول اللي يطلع عنك يكون بشيء مفيد لك ولاهلك اللي وراك. احسنت. وللقبيله اللي انت منها. جميل. او بالمجتمع بشكل عام. يعني لا يعني مثلا واجهتك انت يا شيخ وقلت لك انت اللي ذاك اليوم طلع لك مقطع وانت تتكلم عن فلان، اذا كان المقطع هذا سلبي علي انا بتاثر. جميل. بس إذا كان واجهتك وقلت لك يا شيخ أنا اللي شفتك ذاك اليوم تصلي بالجمعة ذلك، هنا أنا بستانس. أحسنت. يعني يطلع الشيء الإيجابي ما يطلع الشيء السلبي. جميل. هذا جميل. بشكل عام أنت الحين داخل في مجال غير مجالك الأول. أحسنت. قبل يمكن ما يعني ما وكل شيء محسوب عليك الآن. الله يعني كل شيء محسوب عليك. أحسنت. يعني مشاركة جميلة يا نادر، وأيضا لك من اسمك نصيب. نادر يعني أتيت نادر. بمشاركة نادرة. هاي محمد عطنا شيء كذا تجبر فيه خواطرنا، فأنت محمد بن جابر. أبشر بالسعد. هذا قبلة البرنامج ولا قصور في الربع كله. ونعم فيكم جميعا. بس والله العظيم الله يخليك ورا قدرك. وش هي؟ أها كذا ما لا هي أنا أي. أنا أنا. نتكلم عن التجارب، نقول الآن إحنا أنتم سمعتم بعض الوصايا، هل مرت فيك موقف معين سواء في القناة أو غيره، يعني تجربة معينة في أثرت في حد معين أو شيء خلال الفترة الماضية؟ ما ولا ما ترى أنك كنت شخص مؤثر أصلاً؟ والله شوف أنا مؤثر، يعني أؤثر في كيف؟
أأثر فيه بحسن. أنت الآن أثرت في فهد. أنت الحين أتكلم معك، أنا قعدت معك الآن جاء تقريبا ساعة، أثرت فيني جيد. فأنت اعرف إيش اللي أثرت فيه أنت في فهد واستمر عليه. كل ما قابلت فهد في أي مكان أنا أعرف إيش أثر فيه. بماذا؟ بس هو المفروض أنه يتكلم، ما في بأس. هو أنا هو أذي لك أنك تتكلم. أنا أقول أنا والله ما أدري أنا أثر في الناس ولا ما أثر في الناس، ولكن أسأل الله إن كان في تأثير أنه يكون إيجابي وما يكون سلبي. أسأل الله أنه يكون إن شاء الله تعالى بإذن الله. فأنا يا طويل العمر والسلامة أول ما جيت البرنامج قلت للشباب يا شباب ابتسموا في وجيه بعض ولو كانت في داخلكم عواصف. نعم. ابتسموا، يمكن الابتسامة هذه اللي تجي اتجاه خويك، خويك هذا يوم يشوفك مبتسم يرجع يكلمك كلام حسن يطفي العواصف اللي داخلك أنت. أحسنت. هي يعني الابتسامة هي طيب. جميل، أحسنت، جميل، تستاهل. تستاهل. ما شاء الله تبارك. شوف كيف جبرت قلوبنا. الآن سيأتينا البلسم عند بسام. هاي بسام. موقف اي يعني انت الان يعني ترى في نفسك انت ايش اللي انت اثرت فيه يعني، او مثلا ممكن وصيه او مبدا معين تقولها لنا يعني مثلا بعد ما سمعنا الوصايا. وش الشيء اللي اثرت فيه؟ اي اول شيء اثرت فيك انت. اي بماذا؟ يوم قلت لك زيارتك علينا صارت. اي جميل. إيه؟ احسن. طيب زملائك اللي موجودين ايش اثرت في عليهم هم؟ اي يعني واحد منهم مثلا يعني. لا اترك محمد جابري خلصنا منه. شوف ماجد او نادر او عبد الرحمن. والله في خاطري بس ها عبد الرحمن. شوف اخوياي بحكم اني معهم والله رسائلي تكون معهم مباشره. انا ترى لي هدف في السؤال. رسائلي معهم تكون مباشره، يعني اجي اقول فلان كذا وكذا وكذا وكذا، اذا في جميل. اذا بعلمه بشيء تكون جميل. مباشره لانه رفيقي ومعي وانا وياه مع بعض، فاغلبها تكون مباشره. جميل جميل. يعني مثلا اشوف خاطر عبد الرحمن شيء ولا اجي اقول له ابو داحم وش فيك وش اللي كذا وش اللي صاير ابعد الامور كذا وكذا وكذا ونحل الوضع. جميل. فهذه من الرسائل المباشره اللي تكون مع رفيقك، لانه جميل. رفيقك لازم تكون معه مباشره. انا سالت هذا السؤال لاني اريد ان ارسل لكم رساله، ترى جميعكم الشباب لا تعلمون مدى التاثير عند المشاهد. انت الان تقول ايش؟ تقول زملائي ربعي انا ما ادري ايش اثرت فيهم. لا انت تؤثر، هذا ترى شيء جميل يا محمد يا بسام. انت قلت انا ما ادري ايش اثرت فيه. لا انت شخص مؤثر. قضيه انك ما تعرف هذه ايجابيه فيك انت، لانك قاعد تخلص نيتك الحين. فهمت من الصوره؟ لكن لو جيت انت قلت لا والله انا بجلس الان ابغى كيف اؤثر على نادر، وتخطط تقعد يوم كامل وبالاخير تسوي حاجه ما اثرت في نادر، تقول يا اخي والله قهر مصطنع. اي شيء تصنعته انت. لكن لما تكون انت في حقيقتك في واقعك انت ونيتك يعني جيده مع الناس مع الجميع مع اصدقائك مع زملائك مع المتسابقين وانتم كذلك، هنا تؤثر انت بطريقه مباشره وبطريقه غير مباشره، سواء يعني عديت لها ولا ما عديت لها. وغالب التاثير يكون بلا اعداد اصلا. يعني ايها المجد والجميل والرائع ماجد تفضل. يمكن اللي بذكره في البرنامج مثلا أي. حتى وان كنت مقصر في هذا الشيء برا، ولكن حاولت اني احرص عليه حتى بيني وبين الشباب بيني وبين المشاهد انه يتعودون على هذا الشيء، لعله ان واحد من الخارج انه يستمر على هذا الشيء وان الله يكتب لي هذا الاجر. طيب عفوا اخوي ماجد، انت خرجت ثم رجعت مره اخرى، طيب التاثير لما طلعت برا كيف الناس كانت تعامل معك يعني؟ وجدت في تاثير؟ حسيت انك كنت تاثر لما كنت في القناه؟ في النقطه اللي انا بذكرها الان أي. اللهم لك الحمد دي اللي لما طلعت يقولون بنفقد هذا الشيء بنفقد هذا الشيء بنفقد، لو هي قراءه القران بعد الصلاه. احسنت. احاول نعم. استغل بعد كل صلاه مثلا اقرا لي جميل. من الورد وجهين ثلاث اوجه ما استطعت. فهمت علي؟ احسنت. للأمانة هذا الشيء اللي أنا ودي حتى المشاهد حلو إنه يستمر على هذا الشيء، لعل إنه يكتب الله أجري وأجر والدي الله يرحمه ويغفر له والدتي. الله يجزاك خير. فهمت علي؟ لعل واحد يوم مثلا يدعي لوالدي ولا يدعي لوالدتي على هذه التربية. ما شاء الله. بس هذا الشيء اللي أنا أحتاجه. فهمت علي؟ سواء أثر أو ما أثر هذه الرسالة اللي ودي إنها تصل أصلا. جميل، أحسنت يا ماجد. أيها العزيزي تفضل. ها ما عندك عطنا من ما لديك؟ والله التأثير دائما يجيك شيء بدون يعني تصنع أو بدون تكلف. أي. فتحدث بالشيء اللي أنت جربته أو الشيء اللي يأثر فيك أنت. جميل. يمكن يأثر في شخص غيرك إن كان من خوياك ولا كان من برا. فخلك على سجيتك، خلك على حياتك اللي أنت عايشها وقدم اللي تقدره. أحسنت أحسنت. أنت نادر شاركت ولا عندك مشاركة ثانية؟
جميل، احد عنده شيء يضيف؟ هذا الهدف من السؤال هذا لما امريت عليكم جميعا، هو كما قلت لكم انك انت راك تؤثر في الناس وانت لا تشعر، والتاثير قد يكون سلبي او يكون إيجابي، لكن إن شاء الله تعالى غالبكم تأثيرهم إيجابي على المجتمع. لأجل ذلك اعرفوا أنكم أنتم تراكم في نعمة وفي أمانة عظيمة جدا تسأل عنها يوم القيامة، أنك أنت مطالب منك الكلمة تكون جيدة، التعامل يكون جيد، العقل، المحتوى اللي تقدمه للناس. اختموا هالبرنامج يعني بأفضل ما لديكم. أنتم الآن تراكم مريتوا بالعصرة الثالثة في البرتقالة زين محمد، وقولوا هالمثل هذا لزملائكم زين، خلوكم الآن فترة البرتقال لما تعصرها لا يخرج منها إلا الحسن والطيب. يعني مهما وصلت أنت الآن اغتربتم عن أهليكم، بعدتم عن وسائل التواصل، عن الجوالات، عن كذا، ومع ذلك أنت بقيت الآن ترى في 90 يوم دورة تدريبية ومدرسة، بل هي جامعة تخرجت منها في بداية، لتكون غدا إن شاء الله تعالى شخص نافع ويافع في المجتمع. لكن لابد أنك ماذا؟ انك تتحمل. ترى الدوره العسكريه الهدف منها ماذا؟ مو برفاهيه العسكري، لا يتحمل، لانك بتصادف انت مو باطيب الموجودين، لا بتصادف الناس السيئين، بتقابل على مجرم، على سارق، على ظالم، على كذا، فهذا قطعا سيخرج منه كلمه سيئه، بيطلع منه تصرف سيء. فانا قاعد اربيك ايها العسكري انك تكون متهيئ لهالمجتمع اللي يكون فيه نوع من السيئين، لكن انت كاعلامي لا، انا اهيئك الان انك ستقابل السيء، الحسن، الكلمه الطيبه، الكلمه الحسنه. انا كذلك، وانا مثلا في مجال الاعلام مثلا، او مثلا خطيب جمعه، او مثلا في التعليم او غيره، احيانا تاثر بكلمه. يعني أنا مرة من ضمن المواقف خطبت خطبة من الخطب، فبعد ما خرجت جاني واحد من طلابي كذا قال لي شيخ الخطبة اليوم كذا كلمة يعني غير جيدة أقول لكم إياها يعني، وأيضا احتراما للمشاهدين. أنا قاعد أفكر في الكلمة هذا، أنا ما أعرف معناها، لكن كلمة وقتها الكلمة هذه دارجة، هي كلمة شوارعية ودارجة عند الناس أنه هذه قوة المدح. لما أقول لك والله القهوة دي طيبة وجميلة ولذيذة جيد، هو يقصد منها أنه هذه الخطبة أثرت فيني. أنا رحت وسألت الناس قلت إيش معنى الكلمة هذه، كل ما سألته قام يضحك قال لي منين جبت ذي الكلمة ذي يا شيخ؟ قلت والله واحد قال لي، قال هذه معناتها كذا. فرحت لها أنا قلت لي يا أخي ليتك غيرت الكلمة هذه إلى كلمة ماذا؟ كلمة أطيب. كلمة أطيب. هو نفسه هذا الشخص الذي يسمي الكبدة يعني تناولت كبدة جميلة، هذا غير صحيح، مي بجميلة، هي كبدة ماذا يا محمد؟ لذيذة. فرق يعني بين جميلة ولذيذة، فهمتم الصورة؟ فأحيانا بعض الناس هو عنده كلمات حسنة جميلة لذيذة، لكن ما يعرف أين أنا أضع هالكلمة ذي في المواطن الجميل. لأجل ذلك وأنت في الإعلام عندك مجموعة كلمات انتقي منها، انتقي منها مو بالأفضل بل الأفضل والأفضل والأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصحابة، رأى رجلا اسمه جعل، اسمه ما هو بمناسب، فقال لعلك غيرت اسمك، ورأى شخصا آخر اسمه حزن، فقال لا بل أنت سهل، يقول لا بل أنا حزن يا رسول الله، قال أنت سهل. يعني كان صلى الله عليه وسلم يقول لغير اسمك. فتقول بعض الروايات مات هذا الرجل حزينا، يعني خلاص أنت حزن حزن، عشت حياته كلها حزن. فأنت بقدر ما تقدم للناس من كلمات ستعيش. لما تقول فلان أنت بطل، أنت شجاع، أنت ذكي، أنت كذا، تثني عليه، تعطيه رسالة بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة تؤثر فيه من حيث لا تشعر. كأنكم مليتوا من حديثي. لا والله. أحد عنده قول غير هذا؟ لا والله. هداكم الله. أكيد. الله يسعدكم جميعا ويبارك فيكم. أنا سعيد صراحة جدا التقيت معكم في هالجلسة المباركة اللطيفة. أبلغوا سلامي لزملائكم الباقين، وشرت ألتقيكم في محافل جميلة ورائعة. طلب بسيط، اللي يشوفني بعد البرنامج يسلم علي. الله يسعدكم. تدرون سلم على راسك بقى. الله يجزاكم خير، بيض وجهكم. رسائلك هذه صار لها اثر علينا احنا. الله يجزاك. نعم الله يجزاكم خير جميعا. انا قلت هذا لماذا؟ لانه احد الاخوه قابلني مره برا بعد ما درسته، شاف اللي ما كان يشوف لي، قلت يا اقل شيء سلم يعني كذا. فكنت اقولها من باب المداعبه لكم المزاح، انه يعني انتم الان ستصبحون غدا ان شاء الله تعالى لكم تاثير يعني في المجتمع، واسال عزكم التوفيق والسداد. انا صراحه سعيد جدا بلقائي بكم، وإن شاء الله تعالى ألتقيكم في لقاءات أجمل وأجمل، وأنتم على خير وإلى خير. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نذهب إن شاء الله تعالى، نذهب نصلي إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بسم الله.
الاماكن ذي يا شباب نبغى هنا قيمه، نبغى هنا مبدا، نبي هنا خلق حسن. ها ما شاء الله ايش الجلسات الجميله هذه، هذه تقعدونها الظهر بعد الفجر. ها بعد الفجر وطربيات طربيات شرعيه يعني. الله الله اناشيد بس ما سمعتونا شيء يعني، انتم اصواتكم يعني نبغى نشوفها بكذا بالواقع يعني. نبي نمون عليك وتمون علينا. الله يجزاكم خير. انا بعد الصلاه ما شاء الله تبارك الله. هل جميل طبعا هذه لا تجلس فيها انت الايش هذه الجلسه الارضيه هذه إيه؟ والسبب هذه بخور السوق ذي بخور السوق بخور السوق كيف بخور السوق نجي نبيع بعضنا هنا. اها يعني اللي قاعد هنا ايش يكون مثل حلبة تقعد هنا لازم تكون عندك بيعه. لا حلو مثل حلبة المصارعة يا تدخل أيوه. يا فائز ومهزوم سواء انت بأحد في برنامج او إيه؟ خارج البرنامج ما شاء الله. اه هذا مكان البرايم هذا مكان المسرح كلها اي ما شاء الله جميل جميل صراحة المواقع جميلة يا شباب يعني ودنا كلكم ما شاء الله يعني تتفاعلونها بطريقة